وبمناسبة الأعياد الوطنية وضمن موسم أعياد البحرين تتواصل فعاليات مهرجان الأعياد الوطنية الذي تنظمه وزارة الإعلام في القرية التراثية بمنطقة رأس حيان. ويقام هذا المهرجان بمناسبة احتفالات المملكة بالأعياد الوطنية أحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم. وتستقبل القرية التراثية زوارها من الساعة 5 مساء حتى الساعة 11 مساء، إذ يتميز المهرجان هذا العام بمشاركة عدد من الجهات الحكومية. ويقدم المهرجان أيضا فعاليات وأنشطة جماهيرية متنوعة منها الفرق الشعبية والسوق الشعبية الذي يضم منتجات متنوعة وبرامج ترفيهية مختلفة. القرية التراثية روعة، وصح إنها تراثية وشعبية، وأشكر اللي قام عليها. والله سمعت من متابعاتي دعوني وقالوا تفضلي تعالي شوفي أعيادنا الوطنية. ما توقعت إن توصل فيكم إنكم يعني تأسسون مكان للتراث الشعبي، تشكرون عليه. وأتمنى الخير والرفاهية والأمن والأمان والسعادة للشعب البحريني بقيادته الحكيمة، وأقول جزاك الله خير يا صاحب الجلالة. أنا وايد عجبني الأشياء التراثية، خصوصا قديما، خصوصا المدرسة قديما، المسجد قديما، البيوت قديما، وعجبني وايد المكان. فأنت تحس أن اليوم فعلا حب البحرين حب كبير في قلب كل بحريني لما يشوف التراث، خاصة احنا يمكن احنا لحقنا على الجيلين، على آخر الجيل القديم. فاليوم الوضع رجعنا للماضي، فشيء جميل الصراحة، يوسع الصدر ووايد مستانسين احنا اليوم الصراحة. يعني احنا عمالنا عم نلمس عبق التراث البحريني وهذا التراث الجميل اللي مكلل في هذه القرية التراثية، وأسأل الله انه يديم الأمن والأمان على مملكة البحرين في ظل قيادتها الحكيمة. وايد يجون يسألوننا، يبون يتعرفون على تراثنا وعلى هاي، فحلو وحتى ولي الأمر اللي يكون معاه يقعد يعرفه، يقول له ترى هاي هاللون هذه عندنا هناك، الأجواء في البراحة وايد حلوة، وفي طاق وفي أشياء، يعني حتى في فعاليات وايد، يعني القرية ترى كلها بكبرها حلوة، يعني واحد ما يتملل منها.